أثابكم الله، تقول هل يجوز وضع جهاز تسجيل على تليفون المنزل وأهل المنزل له كارهون، بحيث يستمع صاحب التسجيل إلى جميع المكالمات الواردة للمنزل بغير علمهم أو بعلمهم، سواء كان زوجا أو أبا؟ هذا لا يجوز، لأنه من الاطلاع على عورات الناس، ومن الاستماع إلى أحاديث الناس، وفي الحديث من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الذهب وهو الرصاص المذاب، فلا يجوز هذا العمل من غير ضرورة. نعم.